مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، طابت اوقاتكم بكل خير في هذا اليوم الجميل في هذه المباراة. هل انتم جاهزين؟ هل انتم متحمسين؟ تبدأ اليوم المباريات من دور المجموعات، بطبيعة الحال تبدأ انطلاقة البطولة. الجماهير كعادتها تترقب هذه اللحظة وكيف تكون البداية، ونحن نترقب كيف هي المنافسة، متى سنشاهد مباريات ممتعة ونترقبها واياكم بحول الله. لا شك أيضا أنه هذه المشاهد من أفضل الأشياء اللي ممكن نشاهدها عشاق كرة القدم، المشاهد الرائعة جدا في المدرجات، الجنون اللي عند المشجعين، الشغف العالي، الآهات، الصوت العالي، الدعم الكبير، يا لها من أجواء جنونية في المدرجات. بداية أحداث اللقاء، لكن الشخصية في الملعب تعوض هذا الأمر بدون شك، ونفس الأمر بالنسبة للقوة البدنية الكبيرة اللي قوية من مبابي. كوندي يطلق صافرته، نعم ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار دار شفاء لله. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، يحصل عليها بيلينغهام، يلعبها طويلة، تمريرة مبابي، روعة الكرة في المرمى. شوف الباص العالمي، شوف اللمسة، هذه الكرة يا جماعة، هذه متعة، هذه الكرة التي نحب أن نشاهدها دائما. لم ننتظر طويلا قبل تسجيل الهدف الأول. كرة طولية في المساحة الخالية، الله على الإنهاء، يا سلام على كرة جميلة، لعبة ولا أروع. في مواجهة من هذا النوع كان لابد من فريق فائز بالتأكيد. نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. عودة سريعة تجعل الفريق يتنفس سعداء من جديد بعد أن قبل هدف في مرمى، يتجاوز هذا الضغط الرهيب. يتلقى الكرة رودريجو، فينيسيوس جونيور، كرة في الشباك، بكل هدوء راح في الشباك بدون تردد. ينجحون في التقدم بالنتيجة بفارق هدف وحيد. يبحث عن زميله، روعة روعة روعة،
كرة في منتهى الروعة يا إلهي على جمال هذه اللقطة، على روعة هذا الهدف. برشلونة تعادلوا في النتيجة الآن، تلك هي فائدة التدريبات على دقة التسديد. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. المباراة أصبحت متعادلة بين الفريقين. جميل جدا أن تعود سريعة في المباراة، الرجة سريعة تظهر لك. بابي، يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا. بابي قام بما هو مطلوب منه بالضبط، لكن حارس المرمى تمكن من إبعاد الخطر. يحاول أن يسدد الكرة من هنا. أليخاندرو بالدي، أراوخو، كوندي، أليخاندرو بالدي، رافينيا، داني أولمو. يستقبل كرة في وضعية ممتازة. ليفاندوفسكي، ميندي، بيلينغهام، فالفيردي، يحاول تمريرها من بين المدافعين. فينيسيوس جونيور، يحتسب الحكم ركلة حرة. مبابي، بيلينغهام يلعبها أرضية، فالفيردي، وينجح في إبقاء الكرة خارج مرمى. لم يكن في الإمكان بأفضل مما كان، لذلك قام بتسديد الكرة، وكانت محاولة خطيرة لكنها لم تنجح. ليفاندوفسكي في موقع التسلل. فينيسيوس جونيور، تصدي رائع جدا من الحارس. بابي، نعم نعم، حاول ان يسجل لكن واجهه حارس غير عادي، تمكن من صد هذه الكرة، ردة فعل غير عادية. لامين يامال، عدت الكرة، يتعرض للضغط بكل قوة. كيليان مبابي يتعثر ويفقد توازنه. لامين يامال، جافي، إبعاد ناجح للكرة. أراوخو، تلعب الكرة إلى الأمام، لمسة بينية. أراوخو، كرة أمامية، رافينيا، داني أولمو، جافي، كوندي، كريستنسن، أراوخو، أليخاندرو بالدي، بيدري، كرة إلى الأمام. تدخل جميل واعتراض أجمل، يحاول أن يلعب كرة بينية. تير شتيغن يواصل التألق، ينجح في التصدي. تصدي غير عادي من حارس المرمى، إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لا
لاحظ معي ردود افعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. والكره العرضيه يشتت على الطاير، محاوله في منتهى الروعه لكن كانت تحتاج الى شويه حظ، شويه حظ. كوندي أراوخو، أراوخو يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. فالفيردي، كامافينجا، وصلنا الآن إلى منتصف المباراة. سيبدأ الشوط الثاني الآن، يبعدونها وأصبحت ضربة ركنية. يخلص الكرة عن مناطق الخطر، يلعب كرة على اليسار، العرضية ملعوبة، تتكرر الركنية من جديد. يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. استلام جميل الكرة، بيدري، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. داني أولمو، كامي، وصلت إليه والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه وترجع الكرة إلى الحارس. كوندي، ميندي، روديغر، ميندي، روديغر، داني أولمو. اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. بيلينغهام يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. عرضية من رودريغو، فاتت ومرت وصلت إليه. جابي، بيدري، أليخاندرو بالدي، يلعب كرة بينية، لمسة داخل منطقة الجزاء. ميندي يبحث عن المهاجم. كريستنسن، كوندي، لامين يامال، تلعب للأمام. انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة، كرة طولية إلى الأمام، الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة، إذا مستحق في رأيي. يسيطر على الكرة، يعيدها إلى الحارس،
كرة طولية من الحارس كامافينجا، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يمر يلعب كرة بيني رودريجو، يلعب كرة خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد. حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. متفوقون بفارق هدف واحد. كامافينجا، كيليان مبابي بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. ليفاندوفسكي، لمسة على اليسار. ليفاندوفسكي، ليفاندوفسكي، ميندي، فالفيردي، كامافينجا، فينيسيوس جونيور يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. أراوخو، كريستنسن، كوندي، كابي، داني أولمو، لامين يامال يحاول، ليفاندوفسكي. لعبة جميلة لكنها لم تستغل. يتوقف اللعب الآن، سيتم إجراء تغيير. لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، كامافينجا، إيدير ميليتاو. وهذه ربية جانبية. ليفاندوفسكي يستعد، يبدو أن هناك خطأ والحكم يحتسبه. يخلص الكرة عن مناطق الخطر. ضغط قوي وينجح في استعادتها. بيدري يلعب كرة بينية. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. الحكم يطلق صافرته لكن احتساب خطأ. الحكم يحتسب ركلة حرة على حافة المنطقة بدلا من داخلها. هل يستغلوا الكرة الحرة؟ هل يسجلون من هذه اللقطة؟ بيدري قريبة جدا من المرمى. ميندي يلعبها إلى الحارس، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. رافينيا، الآن فرصة لهجوم المرتد. قد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة. لا يوجد مجال لإضاعة الكرة. ينجح في إبعاد الكرة. مرت الكرة. كرة داني أولمو. كرة ترتد من القائم. أمام فرصة للتسجيل. يبدو أن هناك خطأ والحكم يحتسبه. كرة طولية من الحارس، وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة الحكم. حتى اللاعبون بدأ عليهم الذهول من هذه الهزيمة. شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه بالتأكيد. ليلة كانت غير عادية، مباراة كبيرة.